ما هي أكثر الدول التي تمتلك أعلى نظام رعاية صحية في العالم؟ تأتف المرتبة الأولى سويسرا. تتصدر القائمة بنظام صحي يتميز بالتمويل الجيد والتقنيات المتقدمة، حيث يصل إنفاقها على الرعاية الصحية إلى حوالي 12,000 دولار أمريكي للفرد سنوياً. ثانياً، ألمانيا تقدم نظاماً صحياً شاملاً بإنفاق يقارب 6,500 دولار أمريكي للفرد، مع تأمين صحي إلزامي يغطي كافة المواطنين. ثالثاً، سنغافورة تبرز بفضل نظامها الصحي الفعال، حيث يصل إنفاقها على الرعاية الصحية إلى حوالي 4,000 دولار أمريكي للفرد سنوياً، مع مستويات عالية من رضا المرضى. رابعاً، النرويج تعرف بنظامها الصحي الممول بالكامل من الحكومة، مع إنفاق قدره 8,000 دولار أمريكي للفرد وتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين. خامساً، السويد تقدم نظاماً صحياً متقدماً بإنفاق يصل إلى حوالي 6,000 دولار أمريكي للفرد، مع تركيز كبير على الوقاية والرعاية الأولية.